مرحبا من جديد. اليوم راح نبلش بدرس جديد. هذا الدرس اسمه midpoint theorem. هذا الدرس هو عبارة عن جيومتري بيحكي بس عن قاعدة واحدة، ما في غيرها فقط لا غير. لما نقول درس عنوانه theorem يعني هو عبارة عن قاعدة واحدة. هذا الدرس اسمه midpoint theorem، قاعدة بتحكي عن midpoint، وقاعدة تانية اللي هي converse اللي لها بنرجع نحكي عنها بحصة تانية. طيب، the goal of this theorem is to prove two sides are parallel and to get a relation between sides. هذا الهدف بدي ركز عليه، لأنه هون أنا شغلي، هون بركز شغلي. شو هدفي من قاعدة midpoint theorem؟ هدف قاعدة midpoint theorem هي إن تبرهن خطين parallel أو تعطيني relation between sides. شو هن relation؟ قاعدة. هلا بس نحكي عن midpoint theorem بتشوفوا كيف. اوكي، فخليكم مركزين. بعوز midpoint theorem بس لما يسألني برهن خطين parallel او بدي اجيب relation between sides. اوكي، طيب midpoint theorem بتطبق على شكلين. اول شكل على triangle، تاني شكل على trapezoid. بهالحصة راح نحكي على تطبيق midpoint theorem بالتريانجل. الحصة اللي بعدها بنحكي شو الترابيزات وكيف تطبق عليه. اوكي، فاذا اذا فرضنا مثل ما شايفين عندي اني تريانجل اسمه اي بي سي. اوكي، اني تريانجل، شو بتقول midpoint theorem؟ midpoint theorem بتقول مثل ما بتعرفوا انتم التريانجل عنده 3 سايدز، اني تريانجل عنده 3 سايد. اوكي، midpoint theorem بتقول اذا انا حطيت نقطه midpoint على خط من هال الخطوط تبعون التريانجل، ونقطة تانية كمان ميد بوينت على خط تاني ب لنفس التريانجل، وصلت هالنقطتين الميد بوينت لعند بعض، فالميد بوينت ثيرم بتقول انه هذا الخط اللي تألف من توصيل التو ميد بوينتس صار بارلل مع الخط التالت. يعني إذا أنا اخترت نقطة M هي ميد بوينت للA B، ونقطة اسمها N هي ميد بوينت للA C، فمثل ما شايفين الترينجل عنده 3 سايد، 2 سايد من هالترينجل الاي بي والاي سي حددنا النقطتين الميد بوينت لهم، الام ميد بوينت للاي بي والان ميد بوينت للاي سي. ف اذا الام ميد بوينت للاي بي اول سايد من الترينجل، والان ميد بوينت الان ميد بوينت الاي سي ثاني سايد من هالترينجل، فشو بستنتج؟ بستنتج الميد بوينت ثيرم اللي هي بتقول إذا وصلت الأم لعند الأن، النقطتين الميد بوينت وصلتهم لعند بعض، فذن باي ميد بوينت ثيرم هذا الخط صار بارلل مع الخط الثالث اللي ما قربنا عليه اللي هو بوجهه مثل ما شايفين مع البي سي. أوكي، فهي هي الميد بوينت ثيرم هيك بتقول. ذن أم أن إز بارلل تو بي سي، والريليشن بتوين السايتس هن بين الام ان الخط اللي تالف ما بين توصيل نقطتين الميد بوينت والبي سي. بتقول الميد بوينت ثيرم انه الام ان صار بيساوي البي سي اسم 2، يعني بيساوي نص البي سي. يعني اذا البي سي 6 فالام ان بيكون 3، اند ام ان ايكوال بي سي على 2. فبرجع بعيد، الميد بوينت ثيرم هي عباره عن قاعده. القاعدة بتتحقق لما الشروط اللي إلها بيتوفروا. الميد بوينت ثيرم عندها شرطين، شرطين هن إنه يكون عندي نقطتين ميد بوينت لخطين من التريانجل. إذا كان عندي نقطة ميد بوينت لأول خط ونقطة ميد بوينت لتاني خط، فصارت عندي الميد بوينت ثيرم اللي هي بتقول إذا وصلت هالنقطتين مع بعض، هذا الخط اللي تألف عندي هو بارلل مع الخط الثالث وبيساوي نصه، يعني بيساوي البي سي على 2. فهي هي قاعدة الميد بوينت ثيرم لا أكثر ولا اقل. طيب نستعملها بس بدنا نبرهن الخطين بارلل مع بعض، او واحد من هول الخطين مجهول والتاني معي اياه بدي اجيب المجهول. رح ناخذ اكزامبل وتشوفوا كيف بنستعملها. اكزامبل مثل ما شايفين عطاني هالرسمه معي تريانجل اي بي سي، حطت لي نقطه اي ميد بوينت للاي بي جيفن، حطت لي كودد عليها، وعطيني نقطة J ميد بوينت للاي سي كمان حطيت لي كودت عليها. فعطيني جيفن انه الاي ميد بوينت للاي بي والجي ميد بوينت للاي سي. فالشرطين تبعون الميد بوينت ثيرم على الترينجل اي بي سي اتحققوا. الشرطين هن انه يكون عندي نقطتين ميد بوينت على خطين من هالترينجل. طيب خلينا نشوف شو السؤال. عم بيقول لي prove that اي جي is parallel to بي سي،
برهن ال IJ parallel BC وكالكوليت X X اللي هي هون. لحتى طلع ال X قديش لازم أعرف ال IJ بيساوي قديش. من الريليشن تبعت ال midpoint theorem فيني أعرف ال IJ قديش لأنه مع ال BC. فمنطبق ال midpoint theorem بتقول إنه ال I midpoint لل AB ليش لأنه given والJ midpoint لل AC كمان given. خلص تحققوا الشرطين تبعون ال midpoint theorem إنه نقطتين يكونوا midpoint لخطين من triangle ال AB وال AC. then صار فيني استعمل ال midpoint theorem by apply midpoint theorem in triangle ABC we have. شو بتقول midpoint theorem؟ بتقول إنه توصيل النقطتين ال midpoint لعند بعض يعني ال IJ صار parallel مع الخط الثالث اللي برجو يعني ال BC and ال IJ صار بيساوي ال BC اسم 2. هيك بتقول ال midpoint theorem. then IJ is parallel to BC and IJ equal BC على 2. فبرهنت ال IJ parallel لل BC by midpoint theorem. بعد علي احسب ال X قديش. طيب انا مع relation انه IJ بتساوي ال BC اسم 2. طيب ال IJ قد ايه معي اياها؟ ال IJ معي اياها بتساوي 2X وال BC معي اياها بتساوي 20. يعني بنعوض مكان ال IJ 2X ومكان ال BC 20. شو بصير عندي؟ بصير عندي اول شيء انه ال BC معي اياها 20 يعني 20 اسم 2 قديش؟ 10. يعني ال IJ بيساوي 10. 20 على 2 10. طيب ال IJ بيساوي 10 وقلنا ال IJ معي اياها given بيساوي 2X يعني 2x equal 10. وإذا 2x equal 10 يعني ال x بتساوي 10 اسمه 2 يلي هي 5. فإذا ال x equal لقديش؟ ل 5. example تاني كمان عم بيقلي prove that OP is parallel to NL. بتبرهن ال OP parallel لل NL وthen calculate x اللي هي length لل NL. كمان مثل ما شايفين عطيني ال O midpoint لل NM given لأنه حطت لي coded ال ON equal OP M. فصار معي ال O midpoint لل NM given. نفس الشيء ال P midpoint لل LM لأنه عطيني coded ال P equal PM. فهذا الشيء بيعني أنه ال P midpoint لل LM. فالشرطين تبعون midpoint theorem تحققوا معي نقطتين midpoint لخطين من الترينجل هذا الكبير. فصار فين استنتج قاعدة ال midpoint theorem. then by apply midpoint theorem in triangle هذا الكبير ال LMN we have ال OP parallel لل NL and OP equal NL 2. OP parallel لل NL وال OP equal NL 2 هي by midpoint theorem. طيب OP برهنا parallel لل NL على midpoint theorem وال OP equal NL 2. طيب صارت معي اياها هي relation by midpoint theorem. بدي استعملها لاجيب ال X. ال OP معي اياها 6 وال NL معي اياها X. يعني بنعوض مكان ال OP 6 ومكان ال NL نعوض مكانه X. يعني صار معي 6 equal X على 2. 6 equal X على 2 هون بنحط ال 6 على 1 وبنعمل cross multiplication. 1 ضرب X X equal 6 ضرب 2 12. يعني X equal ل 12. هاي الميدبوينت ثيرم بس لا اكثر ولا اقل. منا صعبه بس انتم مطلوب منكم تشوفوا من الرسمه التراجل اللي بدي استعمل عليه الميدبوينت ثيرم وحدد النقطتين الميدبوينت على خطين من هالتراينجل وبعد هيك خلص بستنتج الميدبوينت ثيرم لما وصلهم لعند بعض صار بارلل مع الخط اللي بوجهه وبساوي اسم 2.